بتشتغل ومن هي عندها 15 سنة، وكانت واقفة بتبيع في محل عطارة، وعانت سنين من التنمر وتعرضت لعنصرية بسبب الحجاب، ومرت بفترة مرضية طويلة، وكانت بتعمل شغل وهي معلقة المحاليل، وحداد غير حياتها. وأكتر جملة بتكرهها: مش هنفرح بيكي قريب. أسرار لا تعرفها عن الإنفلونسر رانيا يحيى. من صغرها دحيحة، والموضوع ده عمل لها مشاكل كتير. وفي مرة وهي في ابتدائي، مدرسة الفصل طلعت ولد عشان يحل مسألة بس معرفش، فندهت على رانيا، ويدوب دقيقة وحلتها، والواد بقى شكله وحش قدام زمايله، فقرر ينتقم، وبعد الحصة طلع البرجل بتاعه وعورها في وشها، والدنيا اتقلبت. وعشان يلموا الموضوع، مدير المدرسة سألها: ايه اللي يرضيكي وما تقوليش لحد على اللي حصل؟ ورانيا حكمت على الولد يتجلد 30 جلدة في طابور الصباح، والحكم اتنفذ. ومن قبل الثانوية العامة قررت تبدأ شغل وتصرف على نفسها، واشتغلت بياعة في محل عطارة وسكرتيرة في مكتب عقارات وفي كارينا، وكانت شاطرة في البيع وممكن تقنعك تشتري حاجات انت اصلا مش عاوزها. ومجموعها وداها كلية حقوق لكن ما عجبتهاش، فراحت سحبت ورقها من غير ما تقول لحد ولا حتى مامتها، وقدمت في معهد خاص، وبعد شوية ما حستش بالمعهد برضه، فراحت تاني سحبت ورقها وقدمت في المعهد العالي للعلوم الإدارية. وهنا بتبتدي كارير جديد، وبتشتغل في نفس المعهد اللي بتدرس فيه، وكانت بتوزع فلايرز عند مكتب التنسيق عشان تشجع الطلبة يقدموا في المعهد. ولما عملت شغل جامد، صاحب المعهد عمل لها مكتب مخصوص لاستقبال الطلاب الجداد، وكمان بقى عندها فريق شغال تحت ايديها. وفضلت على كده 4 سنين، ووسط كل الشقة اللي محدش في سنها بيعمله، رانيا عانت من التنمر العائلي، وفترة الجامعة ما كانش عندها اي ثقة في النفس. والسر ان مامتها جميلة بمعايير الجمال المصرية، فكان كل ما حد من الاهل يشوفها مع والدتها يقول لها: بنتك ليه مش حلوة زيك؟ اكيد طالعة لاهل ابوها. والبنت صدقت انها مش حلوة وتعبت من الموضوع ده، لحد ما في يوم كانت في مستشفى وشافت بنت جاية في حادثة وشها متدمر، وعرفت يعني ايه تخاف توري وشك للناس، فقالت الحمد لله على كده. ومن هنا ثقتها في نفسها رجعت، وبعد ما كانت بتستخدم ميك اب كتير جدا ومعتقدة ان ده بيحسن شكلها، قللت الميك اب، واحيانا ما بتحطش خالص. وبعد التخرج عرضوا عليها تشتغل لكن رفضت، وقررت تدور على حاجة جديدة، لحد ما لقت اعلان وظيفة في واحدة من اكبر شركات التأمين. وطبعا الموضوع كان صعب جدا، عشان اي حد بيقدم في شغلانة زي دي لازم يكون عنده اجندة عملاء هيشتغل عليهم ويعمل معاهم تعاقدات، وهي عندها 21 سنة وما تعرفش حد. لكن قررت تدخل التحدي، وقبل ما تروح الانترفيو راحت البرجين التجاريين اللي في منطقة المانيال، وخدت كروت من كل اللي شغالين هناك، وعملت شيت فيه 120 اسم باعتبارهم عملاء. وفي الانترفيو مدير الشركة اتصل برقم عشوائي، ويشاء القدر يطلع الرقم بتاع صاحب اختها، ويقول له: دي رانيا شاطرة ومتميزة، وأدائها عجب مدير الشركة وعينها، وبعدها حصلت صدفة غيرت حياتها. ومن بين الأرقام اللي الشركة بتديها للموظفين عشان يتصلوا بأصحابها ويعملوا تعاقد معاهم، كان في رقم حداد، وكل الموظفين مرضوش يكلموه، وقالوا أكيد مش هيرضى يعمل تأمين. ورانيا قالت تجرب، وكلمته ونزلت قابلته في الشيخ زايد. والمفاجأة إن الحداد ده مش بس عمل تأمين، ده عرفها على ناس كبار وأصحاب شركات ومولات بيعملهم شغل، ومعظم الناس دي بقوا عملاء مع رانيا، وقفلت تارجت 8 شهور. باختصار كده كسرت الدنيا لمدة 5 سنين في موضوع التأمين، لحد ما جابت السقف وقررت تغير المجال، ودخلت عالم الميديا واشتغلت في شركة فنون مصر، وحققت نجاح كبير. وبعدين عملت شركة سوشيال ميديا ودعاية مع 2 صحابها، ونجحوا، ومن مجال لمجال النجاح كان معاها. وكلمة السر إنها إنسانة مجتهدة وبتسعى. وبعد ما كان حلمها تصاحب حد بيسافر عشان بس تروح تقابله في المطار، النهاردة بتلف العالم كله، وكانت البنت العربية الوحيدة اللي حضرت الفرح الأسطوري للملياردير الهندي. تحية من القلب لكل نموذج ناجح.